السلام عليكم خوش، كي داير؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غنوريكم طريقة كيفاش باش تعرفوا واش التصويرة مقبولة في الموقع ديال القرايه ديال أمريكا ولا لا. أول حاجة تدخلوا جوجل، ولا كيرا غتدخلوا اليمين انترنت اكسبلور، تدخلوا في جوجل كروم ولا موزيلا، راه ما غيخدمش ليه. اش كتشوفوا هاد تي في لوتوري فوتوشوب، ياك من بعد طلع ليكم هاد الباجا تورطو على هادي اللو سنة وبلي ما طلعش، مطلعش من بعد شافو هناك. دابا انا راه حيت عندي خدام انا قاديش غنوريكم الطريقة كيف. انا وركش على هادي دابا باش ندخل، ماشي التفتيش هذا اللي باش غنقصي بيه التصويرة واش خدامة ولا لا. هاهو دابا طالع هناك هنايا، تكليك على شوز فوتو، غاتكليك على غاتشوف انت فين حاط التصويرة ديالك اللي تصورش. العبارة خاصها تكون 600 × 600 بيكسل. هاي دابا التصويرة دي ماشي، هاي اللي جات شوي كبيرة هنا، لكن انا غنصغر قد قد بعد الجنية، لكن نوريكم ميشيل ده بعد شوار فوالات كبار شاكي دي رقم جاء. انا هذا خدامي، نوريكم كيفاش خدام. هتجيو هنا هي نغي يقول لكم التسجيل عشان طلتش نشور كولا، غاتش انستاليو أدوب فلاش بلاير 10، ياك هاي واش وركو هذا جو. تناو بلي ما بانسكيش وانا غد اتعزل اسم ويندوز عند هي السبعة، هي العشرة ولا التمنية، انا عندي العشرة. انا يا اتشوف غديرو هادي التاني صافي، وغديرو تيلي شارج. من غديرو تيلي شارج وغاش انستاليو ياك، غتسدو هاد انترنت اكسبلورر وغاش عاودو شحلو. من غاش عاودو شحلو اجيو هنا ستيج، اش كتشبو هاديك اللي قلت ليكم كتشبو في الفيديو هاي هادي. وغتدخلوا للسيت يطلع لكم منو وغديروا داك الشيء، وان شاء الله اش خدم لك. الى عجبك الفيديو متنساش ابونا عندي بلاشين. مرحبا بكم، لاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.